اقتصاديا أيضا، وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصائيات، أرقام مخيفة لوتيرة التضخم، حيث شهدت ارتفاعا معتبرا خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية. عن هذه الإحصائيات تقول سوريا شعلال. رقم آخر يضاف إلى قائمة الأرقام السلبية التي عرفها الاقتصاد الجزائري مؤخرا، فبعد فاتورة الاستيراد الضخمة جاء الدور على معدل التضخم السنوي الأخير الذي عرف ارتفاعا رهيبا خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية. فحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصائيات، فإن معدل التضخم السنوي في الجزائر سجل قفزة من 1.8% خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2014 إلى 5.4% خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أين عرف نمواً بنسبة 5.76% خلال شهر أفريل الماضي، في حين وصل إلى 4.1% في مارس، بعدما كان بنسبة 3.7% في شهر فبراير من نفس السنة. أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعاً بمعدل سنوي هي الأخرى بـ 7.37%، حيث شهدت المنتجات الزراعية ارتفاعاً بنسبة 10.7% والمواد الغذائية الصناعية بـ 4.2%، أما المواد المصنعة فقد عرفت نمواً بـ 4.12% في أفريل المنصرم. لما نقولوا تضخم 5%، الآثار نتاعها على الأسر رايح تكون بالدرجة الأولى على الاستهلاك فيما يخص التغذية، بس اللي رايح يتأثر أيضا كل ما يتعلق بالنقل والاتصال. الأرقام المخيفة التي عرفتها وتيرة التضخم تعكس مرة أخرى ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة والأخذ بعين الاعتبار مراجعة سياسة الادخار التي طغى عليها طابع ربحي على حساب المستهلك.